انا بيرس على الحقيقه سعدت التعاون. جدا كمان بمتابعه حضرتك وحرصك يعني على متابعه حتى النادي الاهلي. حضرتك بتسالني قبل الهوا مين رئيس بعثه النادي الاهلي الى السودان لمباراته المهمه مع الشقيق المريخ. فقلت لحضرتك الاستاذ خالد الدرندلي. يعني الكابتن بحرص دايما انه مجلس الاداره هو شخصيا حد من الناس القدامى في المجلس بالظبط عشان يكون في دعم للاعبين وكده. فواضح ان حضرتك متابع كمان المنافسات والبطولات ومشاركة الأهلي في بطولة إفريقيا. شوف حضرتك، خلينا نعترف إن هناك قمتين في مصر، الأهلي والزمالك. ما نقدرش ننكر إطلاقا حق الزمالك في إنه يبقى القمة الثانية في طبعًا. مصر. اللي هم دول اللي منورينا في إفريقيا، اللي عاملين لمصر والكورة في مصر قيمة جميلة وتواجد مخلي الناس كلها بتخاف. صحيح، حتى بتخاف من المنتخب، وهي يعني وارد ان المنتخب كانت الماتشات اللي فاتت بتاعته كانت سيئه عدا الماتش الاخراني يعني. لكن وجود النادي الاهلي وجود نادي الزمالك في البطولات في الافريقيه ده بيسعدنا كلنا يعني. لو انا مش زملكاوي هبقى سعيد بنادي الزمالك، لو انا مش اهلاوي هبقى سعيد بالنادي الاهلي لانه بيمثل في النهايه طبعًا مصر طبعًا يعني. طبعًا احنا ناس كلنا يعني كل المصريين بيعشقوا مصر، فاي واحد ايا كانت هويته ايه هيبقى بيشجع النادي اللي بيمثل مصر في افريقيا. طيب حضرتك رجل اداره واستثمار ومال بالاساس ان صح التعبير، فوز الاهلي ببطوله افريقيا للمره التاسعه دوري ابطال افريقيا ومشاركته في كاس العالم للانديه وحصوله على البرونزيه، برايك استثماريا يعني مدى الاضافه اللي يضيفها النادي الاهلي؟ النادي الاهلي لو انا اتكلمت مع اخويا الكابتن محمود في الموضوع ده من فتره يعني، وقال لي يعني ان احنا هنبتدي نخطط نشتغل في الموضوع ده. الحقيقه مصر مقاصه يعني. معلش انا قبل ما هتكلم عن الدقالة. احنا عندنا ملف كبير عن مصر مقاصه وهنشوف تقرير قبل لكن مهم الاستهلال اللي حضرتك مصر مقاصه. مين كان يعرفها في مصر؟ ولا حد. صحيح. غير عدد من بعض الناس اللي بيشتغلوا في البورصه ولهم مصالح مع شركه مصر المقاصه، فعلشان كده يعرفوا مين مصر المقاصه وبتعمل ايه مصر المقاصه. صحيح. ناس كتير قوي مش عارفه الشركه دي بتعمل ايه اصلا. اللي عاملين في مجال المال والاستثمار عارفين في شركه ماليه. بس. ايه اللي عرف مصر النهارده كلها وانا موجود في اي مكان في مصر الناس بتقول حضرتك من المقاصه؟ الكوره النادي. ده على مصر المقاصه اللي هي قد كده كانت بالنادي الاهلي. طب النادي الاهلي بقى بحجمه سمعته بطولاته تاريخه من 1907 لا طبعا يعني هو مش محتاج شهرة أكيد. إنما تخيل حضرتك لو اعتمد على هذه الشهرة وعمل شركة لكرة القدم. وده يعني بيتم في يعني في غضون شهور إن شاء الله. أنا عارف إن هما ماشيين في الطريق ده. يقدر يعمل يبني الاستاد اللي هو عايزه. صحيح. بدون ما ياخد مليم قرض من بنك من البنوك. ولا يحتاج تمويل من اي حد. هو يقدر يعملها. الرياضه اصبحت صناعه. لا مش اصبحت، هي بقى لها فتره زمنيه طويله هي صناعه. انا من يوم ما توليت المكان ده وانا بقول يا جماعه الكوره صناعه. صناعه. استثمار ضخم. الصناعه محتاجه اداره، محتاجه استثمار، محتاجة تسويق. صحيح. تلت أرجل بتستند عليه هذه الصناعة.